بلغني أيها الأستراريد بسعود الأول يد واسمع هنا جنبي عندي في الواتشاب بعض في يلعب حديد دايب عبدي بنتي 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 اللمبي موضوعي بقى طرطة وبنكو فيه صوري قولوا للتاريخ اللمبي ايه تحكي لهم أساطير الهيل اللي ما بزيهما وتتتتت يا عتتة هتبنوي لموسى نبي يبي لموسى يا رجل يا لموسى انت ليه تعرف ان لموسى عندي من هنا يبي لموسى يا دبيس نب من عرب هذه مثل سيروزة أنت اللي خاطئتني العروين؟
امسك يا سمور. ايه دول؟ حقك يا حبيبي، ربنا يبارك لك فيهم. انت شايف ان حقي كده وصل يعني؟ ده حتى ما يجيش تمنه. لا يا سمير يا حبيبي، انا مش عايزك تبص تحت رجليك. شغلتنا دي ما ينفعش فيها الاستعجال على المكسب. دول تدورهم في عملية والتانية وتشتغل عليهم بقى، ساعتها يبقى عندك بحر فلوس. اغرف منه زي ما انت عايز. انا عايزك تتعلم يا سمير. هتعلم. اعمل لك كاس. وانا بشرب اهو. طب اشرب يا حبيبي. وصحتك. قطاطا معاك بقى. هو انت عندك كام سنه؟ انت تديني كام سنه؟ لا مش عارفه، قول انت. والله يا بنتي اذا كان على السن فما حدش يقدر يعرفه. يعني عندك مثلا، انا احسب لك الايام السوداء. الايام السوداء كتير، 7000 سنه. يعني تقدر تقولي انا الحضاره، انا التاريخ. انما ما اذا كان على الايام الحلوه فعددها مقلوله. يعني انا بنت امبارح. برضه انا ما فهمتش حاجه، عايز اعرف بالرقم عندك كام سنه؟ بالرقم؟ هم اخر واحد يعرف الحكايه دي الحميد بتاع ابونا الله يرحمه. كان قايل لي اخر مره الله يرحمه ان انا عندي 63 سنه. الله يرحمه. طب مات امتى؟ من 70 سنه. 70 سنه كان عندك 63 سنه ازاي؟ بكتير. انت هتقولي عليا ولا ايه؟ تقولي عليا؟ انا كنت حكايه بس ان انا كنت محافظه على صحتي. شوف رغم السن ده طول عمري محافظة على صحتي. اصحى الصبح اروح جاي الريق كده، اروح ضارب علبتين سوبر، وبعدها بقى حتت ليا قد كده، وراها بقى بومبار وسجق ومحشي وكل اللي بيعملني كنت باكله في قلب البيت. كنت فتنس. الله يرحمك يا فرومي، لو كنت عايش كنت وقعت فرومة. ايوه امال ايه؟ وصوتي بقى، صوتي لازم امرنه كويس. لما كنت بعمل واجبات في عيد العزاء بتاعت النسوات، النسوات لما كانت بتموت. اللي اصل بصي التعديل ده، التعديل ده ليه بلاصه، وانا صوتي كان حيان. كنت اخش على السوان من دول واروح رايح عليي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 ي
انت بتعرف تظبطني؟ ما تعملش لا؟ افرضي جدك مات تعملي ايه؟ لازم تظبطني. ظبطي كده قولي كده. ايدي ويتي صرخي صرخي يا لميس، هو ده التطهير اللي على اصوله. انت ايه يا طاطا؟ بني ادم مخلوقه من طين زينا. ايدي ويتي انا بعمل الذرات بقى نفسك حلو يا بنت، تنفعي تغطسي وده حلو على التبرسي. ايه اغطسي بقى. ايوه لازم بقى تتدربي على تلاتة دول، زغرتي وصوتي وروسي. ماشي اصوت الاول ولا ز... شوفي احسبيها زي ما انت عايزه. يا لهوتي ايوه يا مدام محمد يا بنت مش قادر. ايوه بلاش انت يا لميس بلاش انت. لا 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 انا مش عايزه ارد. رد انت يا قطاطه. ده مين ده؟ ده بعد اذنك الو. مساء الخير يا هانم. بعد اذنك يا لموسه. ماشي صدقني معايا. You have made me what I am and I am yours. My love. Hello. Hello. مين معايا؟ أطاطا هانم معايا. Who's speaking؟ أنا الدكتور إسماعيل جزرة. جزرة؟ صديق عباس وبشرف على علاج لميس. وانا انا قطعتها
عدو ودود اللي عم بسمع بالبيت وبعرف برضه لميس. وجودك معاها هيرجع لحياتها البهجة والسرور اللي اتحرمت منهم سنين. بنص الكلام ده بقى، انت قديم قوي، اسمك ايه؟ من زمان يا هانم، من زمن الحب العذري والعواطف الجياشة. اللي حصل كده ان في كيميكال. ايوه بتكلمي مين؟ لا مفيش حد. بقول لك ايه؟ افرض احسن اختي الكبيرة جت. افرض يوم ده افرض باي. يا سلام يا قطاطة، رجعتيني تلميذ تاني. كنت بتكلمي مين يا خلبوسة؟ امرأة غلط. تعالي يا دكتور. صباح الخير يا روح قلبي. صباح الخير يا جدو. صباح الخير يا لميس يا حبيبتي. صباح الخير يا أنكل، ازاي حضرتك؟ اتفرج بقى، شوف قول رأيك يا دكتورة. بجد؟ لميس رسوماتها بقت متطورة جدا. دي حاجة فخيمة خالص. فخيمة دي تبقى عباس، هي حصلت انك تجيب سيرة ست الوالدة؟ يوه ما تطلع برا. حاضر يلا. وبعدين يا دكتور، انت لازم تتصرف في المصيبة دي، لازم تتصرف. فعلا عندك حق يا عباس. أنا بفكر أروح لخالتي وأصالحها على أمي، دول مهما كان إخوات يا راجل. يا راجل إيه؟ أنا بتكلم على البيت. البيت اللي قطاطة كلت دماغها بالشخصية اللي بتحكي لها عنها. ده شيء إيجابي جدا. معنى كده إن الخطة ماشية مظبوط. مشاعر البنت اللي كانت موجهة بالكامل لذكرى حادثة باباها ومامتها، جزء منها تحول للاهتمام بشخص تاني. طب ده نسوا عربية ولا دكتور؟ أنا بكلم على البنت، أما مشاعرها تروح مع الراجل ده، أنا ضامن ده مين؟ ده شخص في خيالها، في رسوماتها. الله، اعتبره حلم. حلم يا أخي. طب أنا تضمني الشخصية دي بتاخدها وتروح فين؟ بخرجوا الساعة كام؟ بيرجعوا الساعة كام من الحلم؟ ها؟ عباس، ما فكرتش تعرض نفسك على طبيب نفساني؟ أنا أعرف واحد صديقي ممتاز. وحيد خالتك؟ طب أنا مش قاعد لك، أنا عندي شغل في العيادة ورايح للمرضى بتوعي. يا مريض؟ جدو. عيون جدو. كنت عايزاك يعني كده في موضوع صغير. تأمريني يا حبيبتي. حاجة بخصوص قطاطة. يا دي قطاطة واللي عمله قطاطة، وبعدين حاجة بقى؟ مفيش حاجة يا جدو، يعني مالك متعصب كده ليه؟ أنا بس عايزاها يعني تفك عن نفسها شوية، الست دي غلبانة قوي على طول قاعدة معايا كده في الأوضة. يا حبيبتي تفك عن نفسها؟ دي مجرمة. تفك عن نفسها إزاي؟ أجيب لها عريس؟ ولا ألعب معاها كاندي كراش؟ لا لا خالص، أنا ما أقصدش، أنا أقصد يعني إنها تخرج تشوف الشارع. أنا ممكن أخدها نلفلف شوية بالعربية وأرجعها تاني قبل ميعاد السجن. يا فرحة أمي بيا، اتفسحيها، دي مجرمة ومجرمة خطيرة كمان. قسما عظما لو جبت سيرتها لرجعها السجن على طول. على فكرة يا جدو، الست دي مظلومة. لو أنت بتفهمي قوي، السيرة دي مش عايزة أسمعها تاني، فاهمة؟ طيب أنا هقول لبابا وماما. بابا ماما. الو، اذا ده اول مره اخرج واقعد في عربيه جنب الشباك. ربنا يستر يا قطاطة، ده انا مخرجاكي من ورا جدو. واحد هنروح فين يعني؟ نلفلف شويه بالعربيه وخلاص. تعال نروح نجيب قهوه. قهوه؟ نجمه. نشرب قهوه فين؟ اوديكي فين؟ تعال نروح عند كشك كافيه.
كوسكا كافيه؟ ايوه كوسكا كافيه. طيب هنروح بس ناخد الحاجات تيك اواي. ايوه ناخد تيك اواي يعني زي الدليفري كده. يعني هنشرب قهوه في الاخر؟ ايوه هنشرب قهوه. خلاص بقى هنشرب قهوه خلاص. انا حتى ناخدها في الوريد. طب بقول لك ايه يا طاطا؟ مالك؟ ما تحكي لي كده شويه في الحدوته على ما نوصل كوسكا كافيه. حدوته هيكون ايه يعني غير الليمبي؟ حبيبي اهو فين؟ اهو جاي هناك راكب مكنه الاسبريسو. فازاي؟ فازاي انتوا تسمحوا لنفسكم اللي يحصل كده معاكم؟ اخش عليكم ادعكم مربطين من ايديكم وداخلين تتشنقوا زي المواشي. لا لا وليه؟ يعني لا وليه الاثنين في نفس واحد؟ لا وليه؟ ليه؟ هل انتم حلوانات؟ هل انتم بكر؟ هل انتم جنوس؟ لا طبعا. لا انتوا انسان. انتوا واحد انسان عظيم فلاح كلب خرصيس. فلاحين انتوا ايه؟ فلاحين. طب انا هسألكم سؤال. افرض ان الظروف ما سمحتش ان الليمبي يبقى الزعيم بتاعكم. بلاش دي. افرضوا ان انا النهارده ما رشحتش نفسي للانتخابات بتاعت الرئاسه، كنت هتعملوا ايه؟ قولي انت كنت هتعملوا ايه؟ كنا هنعمل ايه؟ انا قلت لكم هتعملوا ايه؟ ولا حاجه. لان انتوا منتظرين الزعيم اللي يجوا ينتشلكم من قلب الكنيف. لكن لا 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 ولا الاثنين برضك مع بعض. اوعوا تنتظروا الزعيم اللي يجوا يطلعكم من الكنيف، انتوا اخرجوا من نفسكم بالكنيف. ايوه عنده حق. كلامك حلو. يا سلام. يا سلام على العلم والنور يا جدعان. امال ايه؟ العلم والمنطق بيرمي فلقسته علينا. فلقسه ايه؟ فلقسه ايه؟ فلقسوف يا جاهل. ده زعيم وفلقسوف. عاش الزعيم الفلاسوف الفلاح. عاش الزعيم الفلاسوف الفلاح. طلعنا من الكنيف يا زعيم. طلعنا من الكنيف يا زعيم. اخواني ايوه احنا كنا بنتكلم في ايه؟ ايوه صح احنا كنا بنقول ايه؟ زهينا من الكلام واللاتو والعجل دي كلاته. احنا اللي بنبات فيه بنسبح فيه. طب تصدق بالله يا سيدي الاستاذ ليمبي؟ لا 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 حكايه المشانق دي جات لينا على الطبطاق. ايوه قولي ليه؟ ليه؟ لانهم لو ما كانوش هم هيشنقوني قلنا احنا شنقنا نفسينا. ايوه على قولك عشان نبقى طلعنا من جهنم في الدنيا نروح نتشوي في جهنم تاني في الاخره. استغفر الله العظيم. لا اله الا الله. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. والله ما برضه من الاجل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ومن الراجل ده؟ ده العمده. بتشغل ايه؟ عمده بلدنا. بياخد مرتب كويس ولا ايه؟ ما انت عارف يا لمبي انه نهب خير البلد كلتها. خش اعمل لك شعبيه. اتفضل يا حضره العمده. يا وسهلا. اتفضل يا عمده. منور يا زعيم. منور. الله يخليك. ده ابنك ده؟ لا ده شيخ البلد. ما شاء الله كبر. ما شاء الله. اه طبعا. حبيبنا عمدتنا. الليله. ايوه. ليلتك بقى. الدبايح والرقص والمغنى. وان يا هقوم باللازم بنفسي. ربنا يخليك يا عمدتنا. بيت كرم بقى ولا ايه؟ بالك انت. ايوه انا اول ما شفتك بالهدمه دي قلت الجدع ده يا اما ولي من اولياء الله. الحمد لله. يا اما اراجوز. يا اما زعيم. ايوه ايوه انا زعيم بس خليها في سرك يعني. وانتوا كلكم يا اخوانا معزومين الليله عندي علشان عيون الزعيم. يا سلام يا اولاد الفرحه حلوه. ايوه ادعوا العين ده ادعوا له. يخرب بيت ابوه. انا ندعوا له. يخرب بيت ابوه. يا سلام شايف محبه الناس يا عمده. ايوه يا شيخنا هو انا عايش الا بمحبه الناس؟ ربنا يدومها عليك نعم يا رب. يلا سلام عليكم. سلام يا رب. سلام عليكم. ادعوا له ادعوا له. يخرب بيت ابوه. ادعوا له ادعوا له. يخرب بيت ابوه. هو احنا كنا قاعدين ليه؟ انت قول يا زعيمني واحنا كلنا وراك. ايوه بس خلاص بقى كده بقى مش عايزه كلام. احنا تعبنا من الكلام فلازم نوصل صوتنا لكل الدنيا. ايوه
نهتف بكل اللغات. ايوه هنهتف هنهتف بكل اللغات. هنهتف هنهتف بكل اللغات. هنهتف هنهتف بكل اللغات. هنهتف هنهتف بكل اللغات. هاو 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 نو 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 باك 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 ما 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 انتوا ايه؟ معلش معلش كده الموضوع اهم حاجه ان انتوا تشيلوا الجله والقرف على دماغكم. وتحسوا ان انتوا ايه حيوانات. يبقى انتوا ايه؟ حيوانات حيوانات لا ومش كده وبس تحس ان انت جلوط وانت في قلب ال كده. لازم نبقى مهزئين عشان 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 بلدنا يتحط على دماغنا. ايوه ما فيش عندكم قلب خالص. ايوه كلامك صحيح صح كده؟ لا يا كلامك صحيح. انتوا ما تستناش الناس كزعيم كزعيم ان هو يجي لكم ويسيبكم من قلب الجلوط ده. ما يصحش طبعا. طبعا يلا بنت جرمش يلا عايز ايه يا بنت؟ اني فتحي. ايه ده فتحي؟ طب مش كده؟ طب قلت اروح عشان خاطر انا عندي دلوقتي حاجات في فكر. عايز اطور من الطينه. ايوه ايوه راجل اطور من الطينه. احنا مستنيين والله زعيم. ايوه يلا يلا وعهد الله زعيم. ايوه انت بالذات تجيلي عشان تاخد فلوس في التهزيق. الله يكرمك. بس مع الف سلامه. تعالى يا بنت. ايه عايز ايه؟ خد يا سيلبي الحاجات دي. سيلبي والحاجات ايه ده؟ ده لبس جدي قبل ما تتهزوا الجابوسي. جاموسه؟ ده ايه بولت ايس كريم دي ولا ايه؟ دي طاقيه. ايوه طب انا هعمل بيهم ايه دول؟ تعمل بيهم ايه؟ آه. طب ده انت لازبا ولابد تتغندر وتبنجي قدام اهل البلد كلمه. اشحال ابا كانتش الهاسه والفرحه دي معبوله مخصوص عشانك انت يا زعبدي. زعبدي؟ ايوه ابا ليه زعبدي. وما يصحش تخش عليهم بالشكل ده. آه. فهمتني؟ ايوه فهمتك صحيح. وراء كل رجل عظيم لحنية. الله قولي يا سيلبي. ايوه هي ايه اللحبية دي؟ عم تقولي لحبية لحبية شكلك بتعكسني. يا بنت هو انا شاديني بك الا اللحنية بتاعتك. سابع؟ سابع ليه؟ سابع؟ سابع ايه؟ سبعت؟ اه ايوه ايوه سابع. سابع ايه بقى؟ سبعت الناس فرحانة بك قد ايه؟ رأس وبغنى وبزيكة. أيوة إحنا نقعد نزغط بزغطهم. آه طبعاً هوا بقى وهو وتريت تريت تريت أوبا إيريتي. طب أنا ألبس الحاجات دي فين؟ البنت العبيطة البنت دي ولا إيه؟ بدك ولا بعمل أراجوز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى أعمل أراجوز. إيه ده؟ البطل. أيوه البطل. أيوه الزعيم. إزيك؟ يا اهلا بالبطل. ايوه خلاص الله يخليك. يا رافع راسنا. ايوه يا رافع راسنا. يا حامي ولادنا. ايوه خلاص يا مفرح نسواننا. أيوة يا اهلا بالزعيم. الله يخليك. بقولك وحياه ابوك انا عايز اقول لك كلمه. انا عايز اغير اللون دي. تروح فين؟ انت تروح في اي حته يا زعيم. تعال على دوار اللون دي غير هناك. لا 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 انا عايز حته تانيه متكنفه كده جداريه. عينيا يا زعيم احنا فيك الساعه فيه الغرفه بتاعت الغفير هناك. بس هي مش من مقامك يا زعيم. مش من مقامك. انا هخش اكل. انا هخش اغير ال كده. لا لا مش من مقام. يلا يلا لا زعيم الا انت يا عم. يلا بقى لا زعيم الا انت. عند بدل تسقيل قوي. لا لا لا.
أهلا السلام عليكم. أهلا أهلا عمدتنا وحبيبنا يا بطل. حبيبنا 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 حبيب البلد كلها. والله حبيب البلد دي كلها. والله يخليك يا بطل يا بطل يا جميل يا جميل يا جميل. ده ايه النور اللي بلى الدوار النهارده ده؟ الله يخليك. ده ايه الضي اللي زغل العينينا ده؟ الله يخليك. ده ايه الكهارب اللي ضربه في وشنا دي؟ طب احنا هنقعد ولا احاسب على وصل النور وامشي؟ اتفضل اتفضل. طب انا كده دي الخدمه الشريفه. البطل ده ما يقعد الا جنب انا. بعد اذنك يا عبد الله احنا ضيفنا. لا سهل على شيلك شيلك. خبر ايه يا اخويا؟ خبر ايه؟ هو احنا يعني مش قد المهم ولا ايه؟ ولا الطلاق بالثلاثه ما يقعد الا في حال. قول يا بطل قول يا حبيبي قول يا مشرفنا. والله والله البطل ده ما يقعد الا في حال. اتفضل يا عم. اتفضل نور يا زعيم يا بطل. الله يسعدك الله يخليك يا رب. البيض يا بنت البيض يا بنت البيض والذبايح والهبر والطعميه. لا انا ما بحبش العجه يا عمده. ده احنا نذبح لك نعام. نعام الله يرضينا عليك. فين الزمر وفين التمر؟ ما انا ما بحبش التمر. انا احبش التمر. لا 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 مش التمر الطبل. ما بحبش التمر انا ما بحبش. ايه النزعه بتقول ايه؟ شكلها كده بس. ايه التمر ده؟ لا الطبل اللي هو بين اللي بيني. ايوه الراس والمزاج والسهرانه. دوري يا مسيكي. انت بص انت العلاقه في وسط النواشي اللي واقفه دي دهايم كل دول قاعدين. خلي بالك يا عسل بموت فيك. وكمان ناوي على البت اللي زي لهضه القشطه دي. لا كل اللي فتحيه تاني اخد عمرك وما تاخدهاش مني. عسل والله طلعت عايز اشوفك بعد الكنيف. تليفونك ايه طيب؟ اروح الكنيف
مالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا وليه خزعتيني كده ليه؟ حلوة قوي يا عمري. ايه هي مين دي اللي حلوة يعني؟ الليلة. الليلة يا عمدي. ايوه ايوه الليلة. الله يعزك يا ميا تدري. ما تروحي تشوفي الستات يعني ضيفيهم كده وكرميهم. طيب يا عمدي. يا اهلا 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 يا زعيم. اهلا بك يا عمدتنا. منور والله. الله يخليك الله يخليك الله يخليك. والنبي زعيمكم يعني عايز اعمل ببي. يعني ايه ببي يا زعيم؟ ايه يعني ايه ببي يا زعيم؟ ببي يعني انا عايز اروح الكنيف. عارفين الكنيف؟ يعني انتوا بتعملوا ببي؟ خلاص وصلت. عرفت دي؟ عايز اعمل الحمام يعني حمام. أيوة. يا أيوة. فتحية يا ستي فتحية. انت يا بنت يا فتحية وسعي سكه عشان الزعيم عايز يعمل زي الناس. أيوة. الحمام. ها ايوه انا الزعيم. الزعيم رايح الكنيف. الزعيم حيخش الكنيف. اتفضل. بعد اذنكم يا رجاله. اتفضل يا زعيم. واد يا حلوان امر يا عمده. هريسه متامن يا ولد. امان الامان يا عمده. حط في بطنك بطيخه صيفي. طب غرجتك ده يا فم. منور يا جناب المأمور. أمال يا حضرة العمدة هو احنا لينا بركة إلا جناب المأمور؟ دول قولي الأمر برضو. قولي الأمر. أيوة أيوة يا شيخنا. الحنية فتحية. أنا أطلع لهريسة إزاي؟ هقول لك. أيوة. بس خلي بالك بالدياني. دبانة؟ دبانة في كتفي هيسرقوها. دبانة إيه يا سليب بالديانة؟ الديانة بتطبصين له في كل حتة. خليك بستحرص. أيوة خليني بستحرص. شايف السلب اللي في ظهري دي؟ فين؟ طلع لك أنت السلب منين؟ السلب أهو. أه ده اللي جنبه ده. هتطلع في بين. في شبال. في بين تاني. في شبال. في فوق. في تحت. في بطلة. في بين. في شبال. فوق. يلا 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 ي